بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. اليوم عزيزي التلميذ قد فتحنا قائمة جديدة وهي قائمة الإعراب، واعتمدنا فيها على إعراب الجمل البسيطة، وسنتطرق إن شاء الله لكل دروس قواعد اللغة العربية. بسم الله نبدأ في درسنا اليوم. أعرب الجملة التالية إعرابا صحيحا. أعرب الجملة التالية إعرابا صحيحا. الجملة تقول: أكل الولد تفاحة. أكل الولد تفاحة. عزيزي التلميذ، قبل أن نعرب هذه الجملة لابد عليك أن تقرأها وتفهمها جيدا. أكل الولد تفاحة. نبدأ الإعراب بالكلمة الأولى أكل. عزيزي التلميذ، قبل أن تعرب هذه الكلمة يجب عليك أن تحدد نوعها، هل هي اسم أم فعل أم حرف؟ فكر جيدا. إذن أكل هي فعل. جيد، أكل هي فعل. ما نوع هذا الفعل؟ ما نوع هذا الفعل؟ هل هو فعل ماض أم فعل مضارع أم أمر؟ جيد، إذن أكل فعل ماض. جيد، أكل هو فعل ماض مبني على الفتح. عزيزي التلميذ، لماذا بني على الفتح؟ لماذا بني هذا الفعل على الفتح؟ جيد، لأنه لم يتصل بآخره شيء، لم يتصل بآخره شيء. الآن ننتقل إلى الكلمة الثانية. لاحظ جيدا هذه الكلمة، ما نوعها؟ الولد، ما نوعها؟ نعم، هي اسم. اسم إنسان. جيد، هي اسم إنسان. السؤال عزيزي التلميذ، قبل أن تعرب هذه الكلمة اطرح السؤال على نفسك: من الذي أكل؟ أي من الذي قام بالفعل؟ الذي يقوم بالفعل نسميه فاعل. جيد، الذي يقوم بالفعل نسميه فاعل. إذن إعراب هذه الجملة هو فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. جيد، لأنه هو الذي قام بالفعل، فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. الآن لاحظ هذه الكلمة، الكلمة الأخيرة وهي تفاحة، كيف جاءت؟ منصوبة مرفوعة؟ إذن جاءت منصوبة. لاحظ الكلمة، وقبل أن تعربها عزيزي التلميذ عليك أن تطرح السؤال على نفسك: ماذا أكل الولد؟ ماذا أكل الولد؟ إذن أكل الولد تفاحة. جيد، أكل الولد تفاحة. إذن إعراب تفاحة وهو مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة أو الظاهرة على آخره. تفاحة مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. إذن كيف نعرف المفعول به؟ المفعول به هو الذي يقع عليه فعل الفاعل، هو الذي يقع عليه فعل الفاعل. نعم، الفاعل هو الولد، والفعل الذي قام به هو الأكل، والأكل وقع على التفاحة. إذن التفاحة مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وفي الأخير عزيزي التلميذ، أتمنى أن تكون قد استفدت من هذا الدرس، وإلى درس جديد إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.